تمام كده، غيري براحتك بقى. هنقضي اسبوع بطاطا احنا الاثنين برضو كده. مش هينفع على فكره، التلفزيون ده لازم يتقفل ونركز بقى شويه في المذاكره. حاضر. صباح الخير. صباح النور. انا عادل اخو مدام عزه. معلش انا اسف ان انا طلعت كده فجاه، بس انا بتصل بيها كتير وهي ما بتردش فقلقت عليها. لا خالص ولا يهمك، اتفضل. هي ثواني وجاي. يا مدام اخو حضرتك هنا. حاضر. اتفضل. متشكر جدا يا فندم. لازم تشرب حاجه بقى، انت اول مره تنورنا. والنبي ده مدام عزه ملهاش سيره غيرك، طول الوقت بتتكلم عن طيبتك وجدعنتك. اختي بس بتحب تبالغ شويه. لا خالص، ربنا يخليكوا لبعض. دي على طول بتقولي انك بتسيب شغلك مخصوص عشان توصلها. بخاف عليها مهما كبرت، برضو اختي الصغيره. كنتوا بتقولوا عليا ايه؟ قروا بقى واعترفوا. ابدا، يعني كنا بندردش بس على ما تخرجي. يلا بقى عشان احنا زهقنا الاستاذه. فاديه، اسمي فاديه. فرصه سعيده جدا يا استاذه فاديه. بصراحه بقى يا اخويا، فاديه دي من احلى الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. عسل. تسلمي، ربنا يخليكي. باين عليها. عن اذنك. اذنك معاك. فوتك بعافيه يا حبيبتي. الله يعافيكي. واخد عقلك يا دناي؟ تعالي يا امه تعالي. ليك عندي خبر حلو. هو بيفا اخبار حلوه لي من دول يا امه؟ المره دي خبر حلو وعلى ضمانتي. خير. اختك ناديه جالها عريس ومستعجل على الجواز. يا مسهل، ده زميله في الجامعه ولا ايه؟ سكرينة. سكرينة مين؟ سكرينة ابن اختي، راجل وجدع ومننا وحيصونا. انت واعي يا اما للكلام اللي بتقوليه ده؟ نادية هتوافق على سكرينة؟ انا سألتها وهي وافقت. حتى اسألها. قال لها نادية وسكرينة؟ نادية؟ دقت بيك الدنيا ما لقيتش غير نادية؟ هتضرب هقول لخالتي. لا انا هضرب واقول لخالتي. انا هضرب واقول لخالتي. وفيها ايه يا عطال؟ انت بدل ما تفرح وتاخدني في حضنك وتقول لي مبروك يا سكريني. مبروك يا سكريني؟ ياد مش لاقيين على بعض يا قلبي. وانا مش فاهم امي ازاي قالت اني انا موافق عليك، ازاي؟ ليه يا عطال؟ وحش انا ولا وحش يعني؟ لا خد بالك يا عطال، انت بتكلم مين؟ انت ما تعرفش انا اصحابي كان بيقول عليا ايه؟ كان بيقول لي يا سكريني انت شبه قاسم الساهر، بس انا اللي ما كنتش برطقوه. قاسم الساهر؟ ده انت ما حصلتش اسماعيل ياسين. وبعدين ناديه دي تقدم لها كتير وقليل واحسن منك، اشمعنى انت؟ احسن مني؟ الله يسامحك يا عطال. ايه، هو انا اول مره اقولها ولا ايه؟ لا يا عطال، قلتها كتير قبل كده، بس كنت بتقولها من وراي. عمرك ما قلتها وانا انت في وشي يا عطال. طيب اعمل مجروح وشغل البكايه بتاعتك. بنت اللي مستكتر عليا الفرح يا عطال. يلا يلا، طب قول لي هتعيشوا ازاي ومنين يلا؟ عادي، هنأكر شقه صغيره قانون كتير. ايوه، وهتجيب الفلوس منين يا فالح؟ عادي، هتتطبر باذن الله. وما تعمل واحد ناوي خير ربنا هيكرمه باذن الله. بعدين يعني انا اليومين طول ناشف بيزنس كده، وهشتغل في منتوب المبيعات. بتوع منتوب المبيعات شافوني وقالوا لي يا سكريني انت هتبقى منتوب مبيعات حلو. اه هتبقى بيزنس. اه وهجيب الكنيه من تحت الارض. وهجيب العفش من ايه؟ عادي، هجيبه بالتقسيط من مناصر. وبرضه يا عبطل يعني لو انا اتسنقت ولا حاجه حميل على عبطل ابن خالتي وهو هيدفع. عادي، ما انا اخوها ولازم يطلع عين ابوه. ماشي خلاص يا عبد الله بقى، وافق وفرحني. سيبنا افكر. خلاص افكر معاك. انا بقول لك انا اللي عايز افكر مش انت. انا هساعدك، يعني هقول لك رايي. انا شايف يا عبد الله ان انت توافق. السكوت على مطرتي. ومشيت كمان. يعني موافق.